ازيك يا حاج؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ يا ما في ايه يعني؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. اسمك ايه؟ عبد العظيم. حاج عبد العظيم؟ اه. ساكن فين يا حاج عبد العظيم؟ هنا في المنيب. عندك كام سنة؟ 67. ربنا يديك الصحة. الله يخليك. احنا عاملين مسابقة عايزينك تشارك فيها معانا. انا بتاع مسابقات، انا نعرف شي فيه. يمكن تجاوب. يا راجل. طب داخل فينا شمال ليه بس كده؟ يا ولد عم عشان لابس الجلابيه الحته الحلوه بقى النهارده الجمعه. انت راحت الجو شكلك. راحت الجو شكلك. الله يصلح حالنا وحالك. صح كده؟ بص يا حاج، اسالك سؤال لو جاوبت عليه ان شاء الله تكسب. ان شاء الله. تمام؟ دي اسمها ايه؟ ايه دي؟ اللي انت لابسها على دماغك؟ اسمها العمه. العمه. صح كده؟ عشان الناس الصغيرين اللي بيتفرجوا عليها ما يعرفوش دي اسمها ايه. لا العمه. عشان الناس اسمها العمه. العمه او العمامه. او العمامه. وبتتلبس فين تاني؟ ها؟ تلبس على الرقبه. اه على الرقبه. صح كده؟ صح؟ على الرقبه تبقى تلفيحي. تبقى تلفيحه. ايوه كده. ايوه هو يعني ملفح بيها يعني. ايوه طيب. ايوه هي ثاني. انت خلاص بقى، انت كده جاوبت على السؤال. يا يا مسهل. ايوه ممكن اي حد يعرف ان دي اسمها عمه. لا. ولما تتحط على الرقبه اسمها تلفيحه. تلفيحه. ايوه ايوه. اه محدش يعرف الكلام ده. اه بس يلا. بس الف مبروك، انت كسبت. اه وبعد ما كسبت. بس هات كاس مصطفى. ايوه شوف بقى الحاج ده كسب ايه بقى. ايوه كسبتي ان شاء الله. كسبتي ايه صحيح؟ انا عارف. الله انت ان شاء الله تكسب. والله ما نعرف. يا رب نصلح حالنا وحالك يا رب. الله يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الف الف مبروك. يما الف الف مبروك، كسبت 3000 جنيه يا حاج. ليه مره واحده كده؟ ايوه يا حاج اتفضل يا حاج. يعني حلال دول. ايوه يا حاج والله حلال. الله يرضى عليك يا شيخ. الله يبارك لك يا حاج. الله يكرمك. والله ملحوظه ده. انا ما فهمت ايه كيف الكلام دي. ده انا ما بضل معي 5 ليره حد يبقى 400. ربنا يبارك لك يا حاج. حلال يا ولد عمي. والله العظيم حلال يا حاج. حلال يا ولد عمي. جزاك الله خير. ناخدهم يعني؟ ايوه يا حاج خدهم يا حاج. الله يرضى عليك. هو يا حاج احنا ربنا بعتنا ليك. الحمد لله. بس سالناك السؤال وانت جاوبت على السؤال صح؟ صح حاج؟ انا خايف لا يكون فيهم حرمانيه ولا حاجه. حرمانيه؟ لا يكون فيهم حاجه حرام. لا لا لا. نجيبها منين بعدين؟ مالك بس يا حاج؟ مالك؟ خد اسم مصطفى. مالك بس يا حاج؟ حاج والله فلوس حلال ما تقلقش. واحد يجيب واحد ماشي كده دي 3000 جنيه. ربنا سبحانه وتعالى اللي كاتبها لك. انت بتضحك كده وعمال تضحك معانا من بدري. تيجي بقى كده تزعلنا تزعلنا. الله عشان المسؤوليه دي. الله يبارك لك يا حاج والله. الله يبارك لك. طب ممكن نسالك سؤال تاني؟ عشان خاطري ممكن؟ ممكن. ممكن يعني؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه قفص. قفص عيش؟ قفص عيش. صح كده؟ ايوه. صح؟ ايوه. انت كده جاوبت على سؤال تاني اهو. تمام؟ ايوه. طيب استاذ مصطفى؟ حاجة كسب معانا تاني؟ يا ابويا ما تسالني ما هوش مكاسب. كسبت يا حاج معانا تاني. الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. حاج بقى كسب ايه تاني؟ مبروك كسبت 5000 جنيه كمان يا حاج. يا ولد عمك ايه الكلام ده؟ ايه يا حاج؟ والله فلوس حلال يا حاج اقسم بالله. فلوس حلال ده تكتب. الف مبروك يا حاج. الف مبروك. والله ربنا بعتنا ليك والله. والله ربنا بعتنا. لا اله الا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله. يا فلوس حلال ده؟ والله يا حاج فلوس حلال اقسم بالله. فلوس حلال والله. تقلقش يا حاج. ربنا يهديك يا حاج. ماشي يا ابني. انت اكيد في حاجه بينك وبين ربنا يا حاج. الحمد لله. ونعم بالله. ونعم بالله. خلاص سيبني فوق هذا ماشي يا حاج. اشوفك على خير ان شاء الله. جزاك الله خير يا الله يكرمك. سؤال طيب يا حاج. الله يصلح حالنا وحالك. بس اهم شيء بس ما تحسبش في الاخر. الحمد لله. والله يا حاج لو فيها اي شبهه حرام والله العظيم ما هديها لك. الحمد لله. الله يبارك لك يا حاج. جزاك الله خير. يلا اشوفك على خير يا حاج. سلام. هات حضن بقى.